ديال اليوم اللي هي حول او في موضوع السينما والسمع البصري من المغرب، وضعية ملتبسة، وهي فعلا وضعية ملتبسة في السينما في السنوات الأخيرة، وجات على إثر نقولوا بحال واحد النقطة اللي فيضات الكاس، يعني واحد فرض رسم جديد على العروض الثقافية المجانية في المغرب. وهذه سابقة خطيرة جدا، أولا هي غير قانونية لأنه في مبدأ القانوني العام في المغرب ما كاينش نشاط مجاني مفتوح للعموم اللي كتفرض عليه رسوم أو ضرائب من أي نوع. هذا في المبدأ العام، وماشي غير في 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 في, في, في المغرب، يعني في التشريعات العالمية كاملة ما كاينش هذه القضية، ما كاينش أي رسم أو ضريبة على العرض المجاني مفتوح للعموم. ومع العلم أن العروض في إطار المهرجانات أو في دور الثقافة أو في دور الشباب اللي كتنظمها سواء جمعيات محلية أو أندية سينمائية محلية أو وطنية أو جمعيات وطنية، ما كاينش نهائيا مبدأ المقابل على العرض. ديما كتكون العروض معروفة هذيك منذ سنوات، منذ العهد يعني منذ الستينات والسبعينات اللي كانت فيها الأندية السينمائية متواجدة بقوة، بحيث في بداية الثمانينات كانت الجامعة ديال الأندية وصلت 82 نادي، 45 ألف منخرط إلى آخره. ما عمر كان التفكير ولا واحد فكر يعني يفرض رسم أو ضريبة على هذه العروض. إذن جات هاد الدولية هذه يعني بحجاج واهية، الحجاج اللي تقدمت للمجلس الإداري ديال المركز السينمائي المغربي باش تصادق عليها في الدورة ديالو الأخيرة، حجاج غير منطقية وغير قانونية. ولا يتم اللي كتقرا الدولية مبنية ما فيها لا ديباجة يعني تقديمية سميتو، لا 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 مرجعيات قانونية. نورمالمون الدولية تنقولوا نظرا لكذا وكذا ونظرا لهذا القانون ونظرا لهذه الوضعية نظرا لكذا، كان المجلس الإداري يقرر ما فيهاش، فيها يعني المدير نخبره المنظمين المهرجانات ومدرج بأننا قررنا، بأن المجلس الإداري قرر أداء رسم على رخصة العرض الثقافية. درنا واحد البرنامج باش تخرج السينما من هذا الوضع السيء، وقدمناه للمدير ديال المركز السينمائي، وقدمناه لوزير الثقافة والاتصال، وعدونا باش يتلاقاو معنا باش نديرو تشوفوا كيفاش نطوروا هذا البرنامج، واش ياخذوا فيه المسائل الإيجابية، واش يضيفوا له شي حاجة أخرى أو ينقصوا منه أو ويقدموا للحكومة. بقينا كيتناو شهر شهرين ثلاث شهور أربع شهور ما عندنا حتى جواب. مشينا عند رئيس الحكومة قدمنا ليه باش نقول له ودي السينما راه مسألة مهمة، لا من الناحية الثقافية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية يعني ديال تمثيل المغرب، وجه المغرب في الخارج وفي الداخل، لا من الناحية السياسية. الناس دابا اللي ما كيسيبوش فين يمشيو في السينمات اش كيمشيو يديروا؟ كيمشيو يديروا المسائل اللي ما عندها راس لرجلين. اش غنقول؟ كاين المزيان وكاين الخيب بارتو، ماشي غير في السينما ولا في التلفزيون في المسرح في هذا. كاين بعض الخطرات كتلقى فيلم سينمائي ديال بصح، يعني كتفرج فيه بقواعدو السينما. وكاينين بعض الخطرات كتمشي تفرج في لابرومير ديال شي فيلم كيكون قلت لك انا تنحطه في الخانه ديال ان تيلي فيلم بوغ لا تيليفيزيون ماشي بوغ لو سينما. يعني مساله ديال مستويات الثقافه ديال السينما. يعني كاينين مخرجين تبارك الله وصل النبي عندنا راه تيعطيو اعمال اللي خدات جوائز في العالم باسره، ماشي وجوائز كبيره وهذه. وكاينين اعمال اللي كيف قلت لك انا كتحط في خانه ديال ان راه غير
يكون يقدر يكون فيلم تلفزيوني ماشي فيلم سينمائي. وقضية الدعم قلت لك هو اللي بعض الخطرات كيكون شوية محرج للبروديكتور ولا المخرج ولا هذا تيكون ماشي هو في المستوى خصو يقلب يعني تيعطي هذا المركز السينمائي كيعطي واحد الدعم يعني ماشي كثير او يعني بالنسبه للمخرج للعمل ديالو اللي غلا بغى يعطي شي عمل كبير ولا هذا خصو واحد الانتاج كبير وخصو يقلب. فاحنا هنا في المغرب شويه قاصحه هذه القضيه ديال ان يدخلوا معك دي سبونسور وهذه تتلقاهم سي ديفيسيل دافوار دي سبونسور في لي فيلم.